تحت رعاية سعادة السيد جميل بن محمد الحمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، نظمت الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمسنين حفلا بمناسبة اليوم العربي واليوم العالمي للمسنين تحت شعار الاهتمام والتركيز على مواهب ومساهمة كبار السن ومشاركتهم بالمجتمع. من الجميل أن يكون الاهتمام بكبار السن أولوية عظمى، ومن المهم أيضا ضمان جودة حياتهم وحقوقهم في المجتمع. ولطالما استطاعت مملكة البحرين توجيه الأنظار ولفتها حول هذه الفئة الهامة التي تستحق كل الاحترام والتقدير لما بذلوه وقدموه في سبيل نهضة الوطن، متفانين في خدمته، غارسين بذور العطاء والإخلاص بزهرة شبابهم التي ترعرعت على حب الوطن. كل ما عملنا لهذه الشريحة من المواطنين وهم كبار السن احنا مقصرين حقيقة. يعني هذا التجمع اليوم هو إشارة للوفاء والمحبة اللي يشعر فيها الجميع تجاه آبائهم وأمهاتهم. عندنا الحقيقة في البحرين يعني نفخر بأن عندنا تجربة رائدة في مجال الأندية، أندية الرعاية النهارية لكبار السن منتشرة في كافة مناطق البحرين، وعندنا خطط لإنشاء المزيد منها. عندنا وحدات متنقلة للرعاية الصحية والاجتماعية في مختلف مناطق البحرين. عندنا خطة لزيادة مساهمة كبار السن في عملية التنمية والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم ومواهبهم للاستمرار في خدمة المجتمع. هو احتفاء بالآباء والأمهات ودور رعاية الوالدين الذين توفدوا من صباح الباكر لإنجاح هذه الفعالية من خلال معروضاتهم والمنتوجات التي يمارسون هواياتهم فيها خلال الدور النهارية. ومما لا شك فيه أن مشاركة أمهاتنا وأبائنا في كلمات طيبة وفي بعض أبيات الشعر وتواجدهم بهذه الكثافة له تعبير إنساني وتعبير عن تلاحم المجتمع البحريني بين الكبار والصغار، وسعي الوزارة واللجنة الوطنية للمسنين الحثيث لمزيد من العطاء ومزيد من الترابط وتبني جهود كبار السن. تشهد مملكة البحرين سلسلة من الإنجازات الداعمة لاحتياجات كبار السن والاهتمام بهم، وذلك بإصدار المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين الذي هدف إلى حماية المسني وصون كرامته، بالإضافة إلى إقرار الاستراتيجية الوطنية للمسنين التي ترتكز على توفير الصحة والرفاه الاجتماعي لكبار السن بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمسنين ووزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.